تلج بدون قلاية بندورة مش تلج. ها؟ ما يرلش؟ مش تلج. مبروم على مبروم. فإحنا آثرنا إنه نساوي قلاية بندورة. مظبوط مطعم حنا ربنا الله ما قصر وجاب لنا معجنات ومن أروع ما يكون. بس التلج بده قلاية بندورة. شو حطينا؟ بصل، فلفل، فلفل، فلفل حرائي أخضر ليوم الفلفل. ما نحبش القلاية فعشانهم. لا والله طيبة. ما تردوا عليه. وطحنا لو تشوفوا ريحتها. وطحنا فلفل أسود. الله أكبر. الله أكبر. أنتوا شوفوا المفارقة. إنه الشباب بيطبخوا وأنا قاعدة. أنا بجلي. أنا قلت أنا بجلي. صدقتك رهف. لا جلي ولا لا أجلي بس يعني طبخ. هلا مضطرين نغطي القلاية. بالله خذ لي القلاية. يا سلام. مع لحن حزين. يا سلام. بعدين مع بصل. معنا أكيد رائد عامر سرطاوي الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام. يسعد صباحك. صباح النصرة. أهلا وسهلا فيك طبعا. أهلا وسهلا فيك معنا. إحنا والله يعني مبسوطين جدا. مبسوطين جدا بسماع صوتك معانا ضمن حلوة يا دنيا وحابين يعني نشكركم على جهودكم الجبارة واللي دائما عودتونا عليها خلال يعني الظروف الجوية الصعبة اللي عاشتها المملكة بالأيام الماضية. واجبنا ستي واجبنا. بحب بس أبدأ أنه زي ما لاحظنا في مساء أمس اشتدت الموجة الثلوج، شهدت مختلف محافظات المملكة تساقط كثيف للثلوج في ساعات الليل استمر صباح على اليوم. طبعا هذا نتج عنه إغلاقات كثيرة في شوارع المملكة خاصة في العاصمة عمان في إقليم الشمال وإقليم الجنوب. إذا بتسمحي لي أفصل قليلا بس بخصوص إقليم العاصمة، بلغني الآن قبل قليل كانت أغلب الطرق مغلقة. نعم. في شمال ووسط العاصمة الآن الطرق الرئيسية تم فتحها، ما زال الطرق الفرعية في الوسط والشمال العاصمة مغلقة، جنوب عمان وشرق عمان الطرق سالكة بحذر. في محافظة البلقاء أيضا كانت الطرق مغلقة، الآن تبلغنا أن الطرق الرئيسية تم فتحها لكن الطرق الفرعية كاملة مغلقة. في مادبة الطرق سالكة بحذر، الزرقاء سالكة باستثناء في طريق الكمشي بيرين مقام سيدنا عيسى مغلق بسبب الثلوج. محافظة عجلون مغلقة بسبب الثلوج، جرش كافة الطرق سالكة باستثناء ثغرة عصفور، المفرق الطرق سالكة باستثناء رحاب وبلعمة. في إقليم الجنوب الطفيلة الطرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج، الكرك سالكة بحذر، محافظة معان رأس النقب الشوبك قرى النعيمات مغلقة بسبب تراكم الثلوج، البتراء كافة الطرق فيها سالكة باستثناء طريق البتراء الشوبك، البتراء معان البتراء النقب مغلقة بسبب تراكم الثلوج. هاي ستي اللي بحب أنوه إنه الطرق بين الحين والآخر معرضة للإغلاق أو الفتح. اللي بنهي فيه الإخوة المواطنين تقييد حركتهم قدر المستطاع والاتصال مع 911 قبل التوجه لمقاصدهم حتى يتأكد من حالة الطريق والحالة الجوية حتى لا حفاظا على سلامته ما يحدث له أي مكروه لا قدر الله. نعم. رائد عامر نشكر مداخلتك وفعلا الله يعطيكم ألف عافية، وكمان يعني اهتمامكم وتواصلكم مع الإعلام بشكل عام ومع كمان حلوة يا دنيا بشكل خاص. إن شاء الله يا ربي دنيتكم حلوة. أي كلمة بتحب يعني تحكيها أو تحب تحكي لنا عن أي مثلا حادثة بتشوفها مناسبة حصلت مع جهاز الأمن العام؟ ما شاء الله واضح إنكم يعني في الميدان، ليس فقط يعني الدفاع المدني بل على ما يبدو كل الكوادر الأمنية أيضا في الميدان في هذا اليوم. سيدي كل كوادرنا منتشرة في الميدان، رجال السير من الدوريات الخارجية، الدوريات الآليات المعدة للتعامل مع الظرف الجوي الآن موجودة بكافة طواقمها وكوادرها موجودة بالطرق، بتساعد الجهات المعنية بلديات وزارة الدفاع المدني الدرك بساعدوا فتح الطرق تسهيل على الإخوة المواطنين. اللي بحب أنوه أنه إحنا خلال 24 ساعة غرفة القيادي والسيطرة استقبلت 51,942 ألف مكالمة من إخوة مواطنين، بالأغلب كانت استفسارات، يعني حوالي منهم 43 ألف مكالمة هي استفسارات عن حالة الطرق والأوضاع الجوية. وقع حوادث سير 1070 حادث نتج عنها للأسف وفاة واحدة في طريق جرش. باقي الاتصالات كانت الحوادث الروتينية الطبيعية اللي نتعامل معها يوميا تم تحويل للجهات المعنية. بحب إذا تسمح لي في النهاية بس نهي في الإخوة المواطنين موضوع التنزه، حقيقة مبارح واجهنا بعض المعيقات فيه. المواطن بخرج يصطحب أطفاله لمناطق غير مخصصة
غير ملائمة على طرقات رئيسية. يعني شو شاهدنا في شمال عمان امبارح، وردنا كثير معلومات من رجال الأمن العام انه انصحوا الناس يبعدوا اطفالهم على الشوارع الرئيسية والتقاطعات الخطر حفاظا على سلامتهم. فنتمنى من اخوة المواطنين موضوع التنزه يأجلوه شوي، يختاروا المكان والزمان المناسب حفاظا على سلامتهم. نعم نعم، انا بشكرك على هاي الملاحظات رائد عامر، وكمان من خلالك يعني بنوجه تعزيتنا من حلوة يا دنيا لعائلة طبعا المرحوم اللي طبعا يعني انت ذكرت في حالة وفاة بسبب حادث. فيعني ارجوكم يعني معاك بنضم صوتنا انه التنزه يعني شوي ننتبه منه. الاستمتاع في الثلج نعم قد يكون طيب وجميل ورائع ومميز خاصة للأطفال حوالي مناطقنا السكنية، ولكن أن نخرج بالسيارات في هاي الأوقات يعني نتمنى السلام للجميع على الطرقات. ويعني كل الشكر لك والله يعطيكم العافية. رهف ذكرني الرائد عامر لما حكى عن مرتبات الأمن العام اللي اشتغلوا في الميدان من رجال السير. نعم. وأيضا سيدات. نعم. السير، آنسات السير أيضا اللي كانوا في الميدان، شفناهم في عز الشتوى في عز المطر يعني كانوا واقفين في الميدان وكأنه الطقس يعني عادي. كل الشكر لكم والله يعطيكم العافية. شكرا كثير لمداخلتك رائد عامر السرطاوي الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام. تحياتنا لإلك، وإحنا أكيد متابعين معكم بحلوة يا دنيا للساعة 12 الظهر. زي ما شفتوا فؤاد عم يطبخ قلاية بندورة هو وأبو الغور. أبو الغور إحنا غلبناك معانا صح؟ فؤاد فلفل اللي بعيني زهقت يا علي إن شاء الله. طب هلأ يعني اللي بدي أسألكم يا كل الوقت تحت الهواء بدي أقولكم السر عنهم الجوز كل الوقت تحت الهواء بطبخوا وبيغنوا بطبخوا وبيغنوا جوز ولا صنوبر بس هيك جو من أجواء مداعبة لا بعدين بيغني أشياء صعبة يعني أشياء صعبة يلا غنوا لنا طيب غنوا لنا خلص هاي الأمن العام خلصنا وخلصنا الدفاع المدني ما في حدا هلا بس كثير انبسطت أنا فكرك تمزحي وإيش قال أجت الشرطة قريت الرائد عامر معانا كمان مرة نوجه له تحية سمعونا يلا أغنية قبل ما نفطر قلاية من الأشياء الصعبة الأشياء الصعبة لازم نروح أنا عارف ثلج وقلاية لازم أغنية خليجية طيب يلا خليجي على الخليجي 3 2 1 ايش في؟ يعني انا لا بطبخ ولا بغني الله برافو برافو معقول؟ ما مريض سعودية كيف كيف؟ عطا 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 شوف عطا لا هاي هيك هاي كيف هاي؟ عايشين فيها تعال هيك أنا بقول أصعب يلا هيك اعمل هاي تعرف؟ يا ناس أحبه وأحب أسمع سواليفه صوته يشتت هموم العايشين بيها يا مرو ينهي ولا دايم على كيفه أرجي ورود الهوى تنبت براضيها يا ناس أحبها وأحب أسمع سواليفة صوتها يشتت هموم العايشين بيها يا مرو ينهي وأنا دايم على كيفة أرجي ورود الهوى تنبت براضيها يلا نسمع عطا 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 مش معقول يلا يلا ابو انهي ولا تاني نفس الصوت لازم كيف اجري عروبي مش حافظ كلمة اسكن كناسينا تناس سكنتي سممتي سنتي كانينا ارارارارا صوته يهيم شنون ثلجت فيها سكرت علينا لا عالي بس جينا ايوه هنستكاني قولون استنتكالي هلا عطى طيب علي عبد الستار لو سمعوا شو راح يعمل فينا شكرا كثير رائعين كمان قديش انا بعشق صوت الناي والكولا كمان انا بحب كل الشكر على فكره مش بس انتوا اثنين يعني
اثنين مفعولكم كان كثير كبير عن 20 واحد. بس يعني ان شاء الله هيك يعني فعل يعني تنذكر وما تنعاد، لانه انتم هيك حلوين مع بعض كلياتكم. فاليوم انا كل ما اطلع عليكم بنقز، وين الباقي؟ بس يعني شكرا كثير شباب انكم قدرتوا اليوم تكونوا معنا بحلقه حلوه يا دنيا. ودائما حلقات الثلج ما بعرف كيف بيكون لهم نكهه خاصه، تكون بارده شوي بس بس يعني عادي زي امبارح دافي كثير بوجوه. يعني احنا جايبينه معنا ولا عليه؟ دقيقه دقيقه، زي امبارح فايتين على المول، ففي سكيورتي هذا بفتشك زي بصير ونفسي، فهي اللي على الباب بدها تنهف، فبتقول لي كيف جاوب برا؟ قلت لها لا بدها جاكيت خفيف بس. طبعا احنا هيك تفهمي مش مبين غير عيوني، مش قلنا ما بنطلع الا للاضطراري. ليش شو مرايه وبديك على المول من الصبح؟ احنا على البنك رحنا. اه لا البنك كيف؟ طب احكي لنا على البرنامج القوي، كيف ايراداته اموالك؟ ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه حقق كثير ارباح ما شاء الله عليه. لا البرنامج القوي هسه يعني هسه بعنا طبعا، لازم احكي والله أحكي البرنامج القوي. لا وتحكي لنا كمان عن الافكتس اللي عمالنا بنشوفها. اه طبعا انا هسه شغال مع مين؟ اللي اضفته مع مين؟ مع شركه ريد تيم ميديا برودكشن اند اكاديمي. نعم. مع دكتور زيد المؤمني اللي هو زلمه هوليوودي وقصه زي من اجل تحيه كثير كبيره. اه اكيد اكيد، يعني نقول له صباح الخير وهي القصص. وفريق عملنا كمان هالصار جديد معنا، المونتير محمد جغبير جيمي، بدناش ننسى حدا، محمد جديتاوي، محمد عساف، محمد صبري، كل محمدات معي. ومحمد بدوي واخوي عصام كمان، وفي كمان عدي مسافر هسه هالفتره هاي، فكلياتهم هذول، ومارينا ملحس كمان معنا صحيح. فكلياتنا هذول فريق العمل. فتعرفي انا هسه بعد خروجي او انفصالي، خروجي والانفصالي مش عارف واحده منهم، من فوق الساده من شهر واحد، فانا شهر أربعة لحد ما لملمت اوراقي، لملمت اوراقي لا 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 لا. فلشهر أربعة لحد ما رجعنا في العمل وصلنا ننتج على اليوتيوب، فكانت شوي المهمة صعبة. قبل بشهرين فتحنا شركة اسمها بابونج. ايش معنى يعني؟ انه هيك اشي مريح وحلو. شركة حلو. لا راح حلو. برافو عليك، حلو كثير على فكرة. بابونج شركة مريح وحلو. يس لإدارة المواقع الإلكترونية. فهسا أنا بشتغل أنا ودكتور زيد على الإنتاج. حيكون هذا أول برنامج لنا، البرنامج القوي. فيه كمان إشي نزلنا على اليوتيوب اسمه قليل الحيلة، إن شاء الله كمان إذا انشغل حينعرض على رؤية كمان إن شاء الله. وفي كمان مسلسلين على الطريق معه، وإيش كمان؟ وطبعاً ما بدي أنسى كمان، بدي أشكر من الناس اللي كانوا داعمين إلي بصراحة من بداية خروجي أو الفنية. لا من بداية الحياة الجديدة، من بداية البرنامج الجديد. طبعاً السيد أحمد الهناندي أبو كريم، مدير التنفيذ لشركة زين طبعا، وابو سند كمان الاستاذ طارق بيطار، كانوا من يعني من اكثر الناس داعمين الي، ولحد الان لو تشوفوا كيف كمان البرنامج مجالهم تحية كثير كبيرة. اكيد اكيد كبيرة. وبس ضل في حدا بدك تشكره؟ لا ماما وبابا. بدي اسمع دليل الهاتف. لا عشان 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 ما انسى والله، عشان ما انسى الكبير، عشان ما انسى الجزء الاول اللي كان معنا حرف الالف، دام حرف الالف شايل الصغير قال الصغير. اسمعوا احنا كمان بدنا نشكر، احنا شكرنا كل فريق العمل اللي كان معنا باستديوهاتنا من شارع مكه، واللي يعني صحيوا من ساعات الصباح الاولى وتعبوا يا حرام كانوا بنقل خارج. بدنا نشكر كمان ظاهر الخطيب لانه كان معنا هون من المدينه الاعلاميه، وطبعا كل شباب المدينه الاعلاميه انتم دائما منورين، ويعني كل فريق العمل بحلوه يا دنيا. السؤال القوي، حلوه يا دنيا لولا الثلج؟ لولا الثلج ما شفناها. لا حلوه يا دنيا، حلوه يا دنيا لولا. لا كيف لولا 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 لولا. لا عن جد بدك شيء جد ولا شيء؟ لا حقيقي. حلوه الدنيا لولا. طيب اسمع اسمع، بدنا نعطيك وقتك تفكر فيها، لانه مضطرين نطلع باتصال، ناخذ كمان شويه يعني تفاصيل اكثر. هاي عم بيحكوا لي المهندس باسم الطراوني، صباح الورد من أمانة عمان. مهندس باسم صباح الخير. مهندس باسم طرامني من أمانة عمان. صباح الخير، يعطيك ألف عافية أستاذ. الله يعطيك العافية. واضح جدا أنكم مش نايمين. الحمد لله تعالى. وأنا انبسطت لأنك بتقول لولا الثلج، لولا هاي اللي بتحذروها، يعني الثلج حلو لولا، فكنت بدي أقول لك لولا المواطنين ما طلعوا بالسيارات الصغيرة وعطلوا شغلنا كثير. نعم نعم. دكتور باسم، يعني احنا امبارح تابعنا ضمن نشرة اخبار رؤية يعني مباشرة من غرفة العمليات بأمانة عمان الكبرى، والحمد لله بحسب ما نوه المهندس المناوب امبارح بانه الشكاوي او حالات، خلينا نقول الحالات الطارئة ما صارت، يعني الامور كان مسيطر عليها بنسبة كتير عالية من قبل أمانة عمان الكبرى. الحمد لله تعالى صحيح هذا الكلام، ولا يزال لغاية تاريخه اللي بحكي معكم الحمد لله تعالى لا توجد هنالك
ملاحظات فقط. احنا طبعا التركيز كله كان على الشوارع الرئيسية وبعض الشوارع الفرعية، والعمل جاري بالشوارع الفرعية في حوالي 5 أو 6 مناطق في غرب عمان. طبعا ان شاء الله تعالى راح يتم فتح جميع الشوارع. يعني هي الاشكاليات اللي كانت موجودة كانت في فتح الشوارع الفرعية اكثر منها، هذا طبعا، والرئيسية بعد الساعة 6. الحمد لله تعالى الجزء الأكبر من الشوارع الحال مفتوح، والشوارع الفرعية قيد العمل حاليا حتى يتم فتح جميع الشوارع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. مهندس باسم، هل في عندك يعني كلمة بتحب توجهها لكل المواطنين، ولا وجهتها بصياغة حلوة يا دنيا لولا؟ أولا أنا شكرا جزيلا لكم لبرنامجكم، وأيضا أنا شاكرين لرؤية لأنها تابعت معنا أول بأول من خلال العمل الميداني، وهذا الصحيح بعطينا احنا كمان دفعه لانه نصل للمعلومه الصحيحه. الوسائل الاعلام اللي بتكون بالميدان هي اللي بتكون دائما اقرب للمعلومه الصحيحه. احنا بنتمنى على اخواننا المواطنين خاصه في وقت الثلج وتراكم الثلوج وعمل اليات الامانه في الشوارع انهم قدر المستطاع لا يخرجوا الا للضروره، لانهم بيسببوا اعاقه وبالتالي بيسببوا لنا مشاكل خاصه بالمواقع الانفاق او المناطق الشوارع اللي فيها ميلان. فعملية عطل السيارة أو عملية أنها تطفي بنفق بتسبب لنا إشكالية وبتعيق عمل آليات الأمانة. فنتمنى منهم ما يطلعوا إلا لما يكون في حاجة ضرورية، لما يتم فتح جميع الشوارع وتكون جميعها سالكة، وهذا حفاظ بالدرجة الأولى على سلامة إخواننا المواطنين اللي هدفنا جميعا المحافظة على سلامتهم. كل الشكر لك باشمهندس، وايضا لكل الزملاء في امانه عمان، وان شاء الله يعني الله يقدركم انكم تكملوا في الخدمه وفي طبعا الخدمه المميزه للمواطن الاردني، والله يعطيكم العافيه، وان شاء الله يعني تلج خير يكون على الجميع يا رب. شكرا. اهلا اهلا. خلصت القلاية، بتخيل هيك خلصت القلاية، بس من أروع ما يكون. مش دائما بيقولوا القلاية بتبين من ريحتها صح؟ طبعا العين اللي بتاكل تلجي بلا قلاية مش تلجي، والله ما هي تلجي. في تويت وصلت قال فؤاد 7 صنايع، بس أنا بدي أقول فؤاد 7 صنايع والبخت مش ضايع أبدا صح؟ الحمد لله. لا ان شاء الله مش ضايع ابدا. طب هيك الغنى وتقديم واعداد وبي ار، شو اللي مبين بخر؟ لا ولا تبخير ولا شيء، الموضوع كثير بسيط. ايوه، بيشتغل في برامج منوعه بده يكون منوع صح ولا لا؟ صح، واضحه 100. شو رايك؟ انا معك والله، بيكون مش بس بعد لا بس بعد ما خسرت قدرات المندورة علاقتنا راح تخف، لانه انا كانت مصلحه. طيب دوها انت، دوها. ما جاوبتنا حلوة يا دنيا لولا، على راسه ايه؟ ما جاوبتنا، اعطيناك مجال تفكر اثناء اتصالنا مع المهندس باسم. والله يعني هو حلوة يا دنيا تاعته كثير قوية، لولا ما الناس طلعوا، فهي في ناس توفوا وهي الاشياء. بس هي حلوة يا دنيا لولا الحرب، لولا القتل، لولا هاي القصص، انا كثير بكرهها. ايه والله عنده جانب انساني اللي طلع. لا في احمد الانسان حنون، والله حنون طلع. في احمد الانسان وفي احمد الفنان. طبعا حسب تعاملوا مع الانسان. لا انا بدي اقول لك شغله، انت ما كنت بتكون ناجح هالقد لو ما عندك هالحس الانساني. فعن جد هلا عم نحكي انت مبدع، وانا بتمنى لك من كل قلبي كل التوفيق يا رب. اجمعين ان شاء الله، كل الشكر لكم، وان شاء الله يا ربي كل سنه وانتم سالمين. بدايه عام ان شاء الله كمان تكون كويسه وبيضاء. بتمنى لكم السلامه للجميع، انبسطوا في الثلج وديروا بالكم بالعقل. نشوفكم الاسبوع القادم. باي باي، ضلوا بخير. يلا صحتين، تفضل. يلا بدي ادوق انا. يلا صحتين. راف بليز، ميرسي شباب. موسيقى بليز، تعالوا يعني ناكل لحالنا احنا.